وكذا دي سؤالين نتيجة دي سؤالين أو ديني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الأول مرحبا سيسون سيغي ميت ذين تساقي أن دارد نسقردش تمثال ليل نتسرسيث أساقد مسال أفلو الديسكور بوليتيك الخطاب السياسي أذوني نتسرسيث مس أي تحمد ذاتي رحم ربي ميقلا دي طليان السنين اتفاقيات دي سنتي دي جيو دي ثمناط طليان إن ياس يون أموسناو ذينا دي طليان باللي أمك ساعة مركز ماكي تمثلا يما في المشاكل تسرسيت دي تمورث الجزائر ولكن نزرى ام كذبوا يعني يعزل لي موسنا وانت سرسيت يعزل لي موسنا وانت تمورث الجزائر اي تكمل لك كبريديس الساقي يعني ادنوي كريم موسنا وان ادنوري كرا لا فيديو ان درت وليم يعني المستوى بوكيك تفن ثمورث اكون شكون يعني تجيم ادنوري لا فيديو ثم ادنوغال رغون قيمتي كذنا. Je ne comprends pas pourquoi certains, pour le plaisir de dire non, ils disent non. Maharani, on m'a dit, il m'a dit, il اش كون اللي ولدت امه يديرها؟ احنا المترشح تاعنا تعرفوه هو السي عبد العزيز بوتفليقه الله يرحم الشهداء تحيا الجزائر وينعل كل ما يحبناش. ما كانش ان شاء الله من المطرق ما كانش ان شاء الله من المطرق ما كانش ان شاء الله. والله شوف كل انسان يتصرف بما تمليه عليه تربيته واخلاقه هذا جوابي. نوغال درغور ون نسعدد لا فيديو يعني باش تواليم ويقي قلان كزابو يعني الخطاب نسن المستوى نتسرسيت نسن ادنا وين فقاون الناد نفذو سقماتنا محمد العربي زيطوط الدبلوماسيه قديمه سي السلام عليكم الزول في اللون مرحبا سي سون الاستاذ محمد العربي. وعليكم السلام الزول في اللون مرحبا بك سي محمد. بارك الله فيك. يعني جبنا مثل الأستاذ عن المرحوم تحميد رحمه الله عندما كان في سنتيجيديو في إيطاليا كان يتكلم مع الناس يعني عرفوا السياسة قالوا له احنا لا ندري لماذا الرجال كأنتم ونسمع المشاكل يعني عن بلاد الجزائر يعني الجزائر عندها الرجال القويين في السياسة كنتما يعني البلد الجزائر ما لازمش تكون عندها المشاكل السياسة والاجتماعية والاقتصادية ولكن احنا عدينا الآن واحد الفيديو وين يعني مسؤولين في النظام الجزائري يتكلموا بواحد الطريقه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل بن يونس سلال سيدي السعيد يعني ما رايك يعني في هذا مستوى الخطاب السياسي الان؟ تحياتي لكم جميعا وللمشاهدين الكرام وقبل ان اجيب على السؤال مره اخرى تعازينا الكبيره لنا لانفسنا وللشعب الجزائري كله لاهل المجاهد الكبير والمعارض الاكبر حسين ايت حمد الحسين رحمه الله واللي اثبت الشعب الجزائري بخروجه بالطريقه اللي خرج بها وبطريقه الدفن اللي تمت وبخروج مئات الالاف من الاشخاص اثبت ان الشعب الجزائري يعرف من هم الرجال حقا، من هم الاحرار حقا، من هم الفرسان حقا، ومن هم الفاسدين والمجرمين. يعرفهم لانه في الوقت اللي كرم فيه حسين ايت حمد في هذاك الوقت نفسه رفض ان النظام ياتي للدفينه وياتي للجنازه ومنعوا فلان من الوصول وكان حابين حتى الناس يضربوه بالحجر لو ما كانش فيه ناس عقلاء منعوهم ومنعوا والي العاصمه من الحضور ومنعوا حتى ميكروفون التلفزيون نتاع البقاره نتاع العصابه باش يسجل اللقاء. هذا دليل على ان الشعب الجزائري يعرف من هم حقيقة أبناء الحقيقيين ومن هم رجال الحقيقيين ومن هم المخلصين فيه ويعرف يفرق مهما قيل لنا لأنه يحبوا يقدموا لنا صورة من أن الشعب كله فاسد ومن أن الناس كلها فاسدة ومن أن وهذا جزء منه صحيح لكن ما هوش صحيح كله لأن الجزء الفاسد هو اللي يغطى على الجزء الصحيح. الجزء المريض لما يكون إنسان مريض في الجسد نتاعه فإنه يشعر بالجزء المريض وما يشعرش بالجزء الصحيح وهذا اللي رانا نشوفه اليوم بكل أسف فيه فساد يظهر وفيه إجرام يظهر وفيه
لكن في الواقع أنه عمق الشعب الجزائري عبر عليه بهذه الجنازة اللي حقيقة عادت الروح للجزائريين وعادت لهم الأمل من أن فيه أمل في التغيير عندما الناس تجتمع حول أيت حمد، لأن أيت حمد في الحقيقة ليس شخص عادي، وإنما تجمعت الناس حول المبادئ والقيم والأفكار اللي كان يامن بها، وأولها وأساسها شعب حر. لازم نكون شعب حر، والشعب الحر هو الشعب قبل كل شيء المتربي، هو الشعب المتخلق، هو الشعب اللي ما يسرقش، اللي ما ينهبش، اللي ما يكذبش. لكن للأسف العصابة اللي جات، شوف احنا بدل الانحراف 62 لما وقع انقلاب العقداء على الثورة الجزائرية، انا لا اقول على فقط الحكومة المؤقتة برئاسة يوسف بن خدة رحمه الله ومن كان معه من الثوار، ولكن على الثورة، على مؤسسات الثورة، انقلبوا العقداء اللي كانوا في جيش الحدود واللي في الغالب ما قاتلوا ما حاربوا ولا شيء، وانما انقلبوا على إرادة الشعب. من هذاك الوقت بدا الانحراف، لكن هذاك الوقت في الستينات والسبعينات كانت الجزائر ما زالت تعيش على ليزيكونومي، اذا حبيت، على نتاع الثورة. كانت الناس ما زالت تعيش على ليزيكونومي نتاع الثورة، كانت الناس ما زالت تعيش بهذاك الرصيد الكبير اللي تحقق في الثورة، فما كانش يبان للانحراف. لكن مع بداية التسعينات ومع الانقلاب الثاني اللي قاموا به كبران فرنسا اللي كانوا جنرالات، بدا الفساد يعم. وباش تفسد الناس لازم تجيب مسؤولين فاسدين، ولذلك لما قاموا باعتقال الناس وبسجن الناس هربوا كثير من الناس آخرين، غادروا البلاد عشرات الآلاف، مئات الآلاف غادروا، كاين اللي غادروا الوظائف نتاعهم وراحوا لديارهم لأنهم ما يقدروش يشوفوا الفساد، كاين وكاين اللي ماتوا، كاين اللي كل واحد كيفاه. فامتلأت الوظائف، جزء كبير من الوظائف خاصة الوظائف العليا، أصبح المبدأ هو كلما كنت فاسدا، كلما كنت مرتشيا، كلما كنت كلامك بذيء، كلامك فاحش، كلامك سيء، نعطيك منصب عالي. ولذلك شفنا، انت قدمت في الفيديو نتاعك وسلال وربما اخرين، لكن في الحقيقه غيرهم، وغيرهم كثير يعني الخطاب هذا الذي وصفه الكثير بالرديء، يعني هل سوف يستوعب هذا النظام يعني الرسالة التي أتته من الشعب، خاصة يوم دفن المرحوم أيت حمد؟ الشعب وقف، لأن الكثير عندما يحللون يقولون بأن الشعب ما يهتم بالسياسة، الشعب يعني خلاص ومنه، ولكن الشعب الآن أثبت، الشعب أثبت باللي واعي وعنده موقف يعني عندما يكون الرجال. فالآن هل سوف حقيقة هذا النظام سوف يستوعب الرسالة الأستاذ زيتوت؟ شوف النظام هذا إذا يستوعب هو الرسالة، الشيطان أيضا راح يولي يستوعب الرسالة وراح يولي إنسان كائن مليح. النظام هذا لا أمل فيه، أنا منذ أكثر من 20 سنة وأنا نقول بهذا النظام، ربما الشيطان يتوب والنظام هذا ما يتوبش. النظام هذا بني على الفساد، النظام هذا بني على الإجرام، النظام هذا بني على الرشوة، النظام هذا بني على الخيانة، على الخديعة، على القتل، على كل ما هو سيء، على كل ما هو فاسد. وبالتالي لا يصلح إلا أنك تكنسه. الحل الوحيد أنك تكنسه بأتم معنى بالمكنسة، يعني بأتم معنى الكلمة، لأنه لا يصلح، ما يمكنش إصلاحه، هذا خلاص، هذا انتهى أمره. لكن الأمل كبير في الشعب الجزائري، الشيء اللي ورته لنا الجنازة نتاع الدال حسين هو أنه هذا الشعب فيه أمل كبير، هو أن هذا الشعب ماشي كما يحبوا يقولوا لنا بعض الناس، سواء عن حسن نية أو عن سوء نية، أنه خلاص انتهى والجزائر انتهت وخلاص، وإحنا رايحين للانفجار، وانتهت البلاد، انتهت وراح تكسر. لا، نعم في مخاطر على البلاد، في مخاطر كبيرة، لكن في أمل كبير أيضا في هذا الشعب عندما يكون هناك قطيعة مع هذا النظام. شوف في 92 أو في 88 عندما صارت الانتفاضة 5 أكتوبر، انتفض الشعب الجزائري، ما كان كاين لا ليزيسلاميس ولا ليبربريس ولا ليكومينيس ولا ما كان كاين حتى واحد، كان الشعب الجزائري كراه من النظام ومن تصرفاته ومن الفساد وكذا، انتفض على النظام واستطاع التغيير وفرض على النظام أنه يفتح ويعمل حريات ويعمل يجيب دستور معقول ويخلي الناس يكون في تعددية فكرية، تعددية حزبية، تعددية حرية الرأي إلى آخره.
لكن لما جات الانتخابات نتاع 90 ثم الانتخابات تاع 91 والشعب انتخب قوى مختلفة، انتخب في 91 انتخب الفيس وانتخب الافافاس وانتخب الافلان على درجات مختلفة، معناها كان يريد تغيير حقيقي، تغيير راديكالي. انا ذاك اللي قاموا بالانقلاب قالوا الان وصلوا القناعة بلي هذا الشعب يريد تغييرنا، يريد تغييرنا اما بالانتفاضات الشعبية كما حدث في 5 اكتوبر 88 او بالانتخابات كما صار في 91. وبالتالي كان السؤال هو التالي، سؤال وجودي يعني ان كيستيون اكزيستونسيال، قالوا فيها التالي، اما هذا الشعب يغيرنا او احنا نغيروه. ولذلك هما بداوا تغييروا اول شيء بالقتل، عندما تقتل الناس، عندما ترتكب مساكر المجازر، عندما تقتل بالمئات مرات في كل ليله، عندما تغتال المثقفين، عندما تغتال كذا. والان هاي تفتت، انا سمعنا جنرال حسين بن الحديد يقول باللي كثير من الارهاب كانت تقوم به الدي ار اس وكثير من الجماعات صنعتها الدي ار اس، احنا نعرفوا هذا لكن جات من عند الجنرال بن الحديد. عندما قاموا بهذا قتلوا الانسان في الفيزيك نتاعو، قتلوا الانسان في الجسد نتاعو، قتلوا الانسان كانسان. الان بعدها جابوا بوتفليقه في 99 باش يقتل الانسان كاخلاق، يقتل الانسان كقيمه، يقتل الانسان الجزائري، كرامه نتاع الانسان الجزائري، العزه نتاع الانسان الجزائري. هو رفع شعار العزه والكرامه بصح فعل اكزاكتومو العكس، كان يقوم بكل شيء بالعكس. نعرفوا باللي في قبل ما يولي حتى رئيس ولا كي ولا رئيس بعد اسبوعين ولا ثلاثه، كيفاش تكلم مع هذيك السيده اللي سالته وقالت له ابني خطفوه، وين ابني؟ قالها ماهوش في جيبي، تكلم معها بشكل بشع وعيط عليها. تقدرك تسمعني؟ نعم اسمعك. يعني في رايك، قلت انت باللي الشعب وقفت امل، يعني امل المبادئ تاع المرحوم، والشعب هذا واعي، ولكن سؤال المطروح الان مع المعطيات اللي عندنا في الساحه السياسيه، المعارضه والنظام، ويعني بعض الاحساب اللي ما خلوهاش يعني تتحرك سياسيا، كيف سوف يتم يعني بكل هذه المعطيات توجيه هذا الشعب الذي ينتظر؟ هو شوف، هذا كاين الجنازه نتاع عبد الحسين، الوفاه تاع عبد الحسين رحمه الله، اعطتنا مومنتوم، اعطتنا ظرف جديد، اعطتنا دفع جديد، اعطتنا كوتفوس كما يقال، باش كل الناس اللي راهم حاملين الهم نتاع البلاد باش يعرفوا الغالبيه العظمى من الشعب الجزائري راهي ضد هذا النظام وراهي تريد تغيير هذا النظام. لكن الجزائريين يريد تغيير بدون ما يكون هناك ثمن كبير، لان الناس دفعت الثمن في التسعينات، وبعدين الناس راهي تشوف واش راه صاير في سوريا واش راه صاير في العراق وفي اماكن اخرى. فالناس تريد تغيير ذكي، تغيير عاقل. تسمعني؟ اسمعني، نسمعك الاستاذ، انا نسمعك. نعم، الناس تريد تغيير ذكي، تغيير عاقل، تغيير يكون فيه الناس اللي الناس تامن بهم، اللي الناس تثق فيهم، اللي الناس تعرفهم باللي احرار شرفاء، ماشي متورطين مع النظام، ماشي يظلوا مع النظام ياكلوا مع الـ مع الـ مع الذيب ويبكوا مع الراعي. الناس تريد وجوه اللي حقيقه تامنها وتصدقها، والا اذا تلقات بعض الوجوه اللي مشات مع النظام وكلات مع النظام وبعدين في اخر لحظه تحب تبان باللي هي هما معارضين، الناس ما تامن لهمش، لان الناس يقولوا لهم انتم ما كنتوا مع النظام وانتم كاين. انا شفت بعض الجرائد كاتبه هذه الايام، استغربت كثير بعض الجرائد مثل جريده الوطن وجريده ليبرتي، يعني هذه الجرائد اللي كانت تتحرر، هذه الجرائد الاستئصاليه، هذه الجرائد اللي تنادي بالحرب على الجزائريين، هذه الجرائد اللي خاضت حرب قذره مع الجنرالات ضد الجزائريين، هذه الجرائد اللي سبت اي تحمد واتهمته باللي خاين وعميل وحركي ومانيش عارف وبايوعي الى اخره، هما في نفسهم الان راهم يشكروا فيه ويقولوا باللي اي تحمد رجل عظيم يعني شوف النفاق وين وصل. الجزائريين يعرفوا هذا الصنف تاع النفاق، والناس في الجزائر تعرف المنافقين ومش راح تمشي مع المنافقين، تريد تغيير حقيقي، ولكن تريد تغيير يقوموا به ناس احرار شرفاء وليس مفسدين فسدا يحبوا كل مره يدخلوا بطرق جديده باش يعاودوا يبدلوا الجلد نتاعهم، مثل الحربه اللي تبدل الجلد نتاعها.
بارك الله فيك الأستاذ محمد العربي زيطوط، نشكرك على المداخلة. لكن ثاني مرثم قرات وقيك مثلا محمد العربي زيطوط دبلوماسي قديم. نروح سين بقينا ويسين قمتنا مس مخلوف. السلام عليكم مزور في الله سي مخلوف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زور في الله محمد. تحياتي ساخنة لضيوفكم سي محمد العربي زيطوط. ونقول له كل ما ياتي قريب او طار لفوق. قمتنا سي مخلوف قد نتمسلاي يعني في إنه يعني لو ديسكور بوليتيك إنه نسر سيدي تمورت الجزائر سالي الحق نسعد ديوت لا فيديو عند يعني كريم ضبرن وزابويا قيم سلاين يعني لي زاناليز دي جون لاند يعني وكي ماشي الخطاب السياسي العباد كي قلان يعني زابويا كي لقد روحن ماشي دا ولا كي رئيس الشعب. على كل حال فيديو كي نسعد ثنيد دونك امكد دي قرا صوصوص لما كاين ياتي زمان على امتي اصبح الحليم فيه حيران. يعني هذه تصوحي يا رب نادم نسعي ركاز غران تسرسيت نسعي مسنوني كسن الاقتصاد كسن الاجتماع ولكن توعز لنا نسعى لك زومبل ندح مدات يرحم ربي كاك جادك من الضوء ليك وطول غرف لك. بارك الله فيك محمد. دو فاسون لي ديكلاراسيون البلطجية اللي نزهو سو لي با نوفو سي لا فوك دو بوفوار لو بريي سو لي بيز دوبي 1961 نزرافن سي لي كلاميست دو هازار سي لي كلاميست دو سيركونستانس سي لي c'est des gens qui sont pas liés, c'est-à-dire aux alliances des prédateurs, des dictateurs et des destructeurs de la société dans toutes les circonstances. Subhanallah, l'alim azim. Ce n'est pas nouveau. Depuis 1962, même en 1980, depuis 1992, elle a la survie de cette Beltagia. Autrement, il ne peut pas survivre. C'est ce que j'appelle, c'est du petit larbin. Vous verrez bien qu'ils ont été toujours utilisés par un pouvoir totalitaire contre la volonté du peuple algérien. Donc, ils se sont retrouvés après la mort de Ben Hussein, à l'esdard de Ousmane Hayen. الفلاس يعفر بهم الفلاس يرحم ربهم الانسان من دوكاليس الانسان سي الحسين عيد حمد بوزيتي في انا بات كي تي ان في ديري دوبي 1945 il a combattu lui et ses compagnons d'armes ont combattu le c'est-à-dire la puissance le hadf al-atlasi il a combattu avec moralement fikriyen midaniyen harbiyen والسياسية. ولكن ابري 62 لوي سي فيريتابل كومبانيون ودوغين يعني الخداع لا عندك ما في المنشن ودوغين الخداع لا ريفوليسيون دو بوبل ايزون كور دي سي توبوزي ا ريجيم توتاليتار كي فولي سيتادير فولي لا ريفوليسيون دو بوبل الجزائري الى كونتينيي نو لافيون تو سويفي دون بير لو غران بار. Nous avions tous suivi les idées de ce grand temps qui n'a jamais baissé ses bras, qui a toujours lutté avec un esprit d'une révolution silencieuse comme celle de Gandhi en Inde, comme celle de Che Guevara, comme celle de Patrice Lumumba en 1962, assassiné par les services secrets franco-belges, et comme celle de Mandela, qui a sacrifié sa vie comme celle de ses compagnons pour une unité nationale, pour un état de droit, pour la justice sociale, sous les constantes de l'islam. On est clair dans le but de la vie. Nous, qui nous sommes fermes, nous sommes tous surtout en 1992, médecins, ou en guerre, et garçons, les Arabes de Chardin, ceux qui ont brisé la volonté du peuple, la légitimité du peuple pour un état de droit. On est clair, ce sont des petits larbins. Ce sont des gens qui ont été, c'est-à-dire engraissés, qui ont mangé dans la mangeoire de ce régime totalitaire, qui ont ruiné l'Algérie, qui ont détruit l'économie nationale,
يكشفوا الكين قاس من العدو شي دمر في الشد كي يطرقوا كلا مور دي 250 ميل مور دي 20 ميل ديستاري شان كونتي دي تورتيري دون جي فزي بارتي اي شان كونتي دي زانديكابي دونك اوجوردي لو فيريتابل ميروار دي سو بوار هي كادان للمنشن يشقق خاطر شنو نقولوا للمنشن ديال البري كامل ولكن ماشي مقبول بن حسين في الناس يعرفوا ربي وفاني يوم اللي سي سون روتروي فاس ان ميروار لو فيسوري كي لا كوزيون ناسيونال لا فورس دو بوبل لونيتي ناسيونال كي لي زون روفولي كي لي زون اوميلي دونك حروق نتاع بوطنشن تحرقوا كيفاش تعرفش اللغه العرب تحرقوا باسكو ديرو مور نون با بليميت فيران J'aimerais dire même quelque chose, mais je pense, après cette douloureuse circonstance, après l'enterrement de Derrissi, parce que même les anciens militants du FFS historiques, nous avions été vigilants, nous avions vu les anciens compagnons d'Ekhmet, nous avions l'Algérie d'Ekhmet, nous avions la limite nationale d'Ekhmet, nous avions la cohésion nationale d'Ekhmet. Là, nous avions كيف تروحهم سيف مرفقين كيف تروحهم البنكاجيون مثلا سي مخلوف يعني نورا كان لي فيديو زابو مي يروح الزيارة دي ولي ثنطلت دان حسين الله يرحم ربي الولد غن الشيخ علي بالحاج يروح ردينا نكوني نزل نسلا دي لا فيديو يعني ميد روح سلا القرب برفع دي داني كيدس لن قد سوال يعني انو سي زراوي دا زراوي دا زرو ولكن لن كان العقل يعني وبغينا راه تزرو تمثل تاكي يعني اسكو سو ني با لو مومون ماشي د الوقت يعني باش هذا زابو قد يفهم من الصح باللي الشعب قلتي تيبغي راه نكليون نكليون فيجيلون هو اللي غالي بالحاج ذكر الله الله خير يا بن زروال يا بن حمروش يا بن طلال يا بن تو الموند سي نو سي لو بابر كيتن ولكن انا بويا كيميلو كنت شايف نخلع في بويا سي فريمون إلا كوم ميم ان سونتيمون دالجيريان تي دون سون كور ديجا نكليون دي لي زاني باسي En 92, par le fils égal fils, ils nous ont traités de contre-révolutionnaires, ils nous ont traités de hackis. Je peux citer même leurs employés, à ce que la guerre pour l'Arichine, ils sont dans certains partis nouveaux, peut-être qu'il a été utilisé par le pouvoir, mais qu'il est en tant qu'intellect, il ne peut pas être utilisé à des fins nationales. Je peux servir la nation, mais pas servir les bourreaux, ni les renverseurs, ni la dictature. Et je dirais bien, avec tous mes respects à l'humanité, y compris Ahmed Attaf, quand il nous avait dit que le contrat national de Rome était un non-lieu, il était ministre des Affaires étrangères. Hamraoui Hadib Chouti, qui avait dit que le premier terrorisme en Algérie, c'était le FFS de 60 Barois. Il était devenu des mérites, ils ont tous des récompenses. Je me laisse dire où il y a, quand il était chef du gouvernement, qu'il avait prêté, Sir Hussein, un ancien militant du peuple. Je ne dirais pas zahimisme, parce que Sir Hussein, je me suis informé, il y a un zahimisme. Il y a un peuple, il y a un monde. Il a traité d'ambassadeur de l'FFS en Suisse, il a eu sa réponse par l'intermédiaire des députés, par le Sarsfema Dynastie. الناس انت من الناس اللي يمشوا الهضره في النهار وفي الليل يذبحوا في الناس سي تي لاسومبلي زاهية بن عروس اللي في ماتريس اي نو جو تو ستريت اي كونتري سيت ان بارتي بوليتيك سبحان الله من يغال تاع الحسين في الناس يعرفوا ربي المهم الحسين يموت ويمشي تشور ان بونون كي كومباتيو لاجيري كي كومباتيو لو كولونياليزم يش ندير لي كلشي نتا ديك البوليت اي لو بارتي دي تشيلي ولكن ولكن الو تسلى سي مخلوف كمل لواليك اقمع قمتنا مخلوف هاي تسلط الو تسلى كمل لواليك يمو بريتيت تو لي مو دونك اجوردي ميت يوغا دو ركاز بالمنفي يموت ديك شندوق يقعد من سمو الفاكي ظن بلي ميت دبغور الجيرو غايروبور اي جون كي بودي بار لا فامي et les militants sincères du FFS et le peuple algérien. Les choses depuis Nadouhan
sans le cas. C'est peut-être une récupération pour demander pardon. Mais qui j'ai vu même Toufik, là lui, quand il est venu, après lui et quelques minutes, il est venu, Tsadim Dukonis, il y aura le Malkin et le Zig, mais personne ne s'est intéressé de sa présence, y compris en tant que Mamra. Donc aujourd'hui, c'est le peuple algérien. C'est le peuple algérien de tous les coins du monde, il lui dit le testament, كي تسقساك مثلا الاستاذ محمد العربي زيطوط امكاريلي يعني للديباراكي اكدودي يفد 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 يفقن يفقن يا ربي حق تسلط هكا كاك مثلا جونطوي كاسيت جونطوي تري مال سليد ناك نسقسد الاستاذ ايت نسقسد الاستاذ زيطوط الناس يعني امكاري اللي وفد اللاقي يعني الشعب يفدد يفقند المواقف ينس باللي لي باري يعني ما يولي المبادئ ولا ما يولي ركازن دونك يا محمد يا كيلك شوز يا كيلك شوز يا ديزانتفكسيون بار ديال الو يتسلى ذاك ما يا يا الكاسات يا الكاسات كيرونتر ديال الليل تصل ذاك قيد تصل ذاك او نيفو دو كونترول او نيفو دو كونترول جو سي با جون با تري مال بالك لي لين ياك مثلا سي مخلوف ياك تعاود على كاستيون اسقسي قلنا اسقصاد العربي زيتو طين يعني وجدود في الدن يفكد دوليس يعني وسير مرزدات يعني يمك نسلحو وجدود كي يمك نعاون باش نوض التغييره كي يا هل طارا سنتان ما قلا قلا نتو راسو التيران نغ ما سعد كرا يعني با ولا راه غادي نظام كرا الحق وجدود كي باش الحق يعني التغيير الحقيقي التغيير ندو تسيني نرى من التغيير راه داول لهنا السلام اكما Mais je vais répondre. J'ai entendu quelque chose, mais je vais répondre convenablement. Le changement doit provenir du serment de ceux qui ont été présents à l'enterrement d'Ahmed Mansour. Tout le monde, le peuple, les partis politiques, les personnalités politiques, mais maintenant, notre révolutionnaire est enterré, mais c'est à nous de prendre le terrain du pèlerinage laissé par Ahmed. Donc je fais un appel solennel à toutes les personnalités, à toutes les associations, les syndicats, les partis politiques, y compris dans l'honorable armée nationale populaire, y compris dans le gouvernement, pour sauver l'Algérie, il faut qu'on se retrouve tous ensemble autour d'une table, les Algériens et les Algériennes, pour défendre l'idéal de Hosni Ahmed pour une Algérie unie, fraternelle, prospère, qui préservera l'avenir de toutes les générations montantes, non à la violence, oui au dialogue. Mkhalouf, aïe tsalla dhaak ma? Allô? Aïe tsalla dhaak si Mkhalouf? Il y a un peu de temps. À toutes les forces politiques de ce pays, à toutes les associations,
de laisser leur clivage, y compris les personnalités, y compris l'armée, y compris les Algériens et les Algériennes, de se retrouver autour d'une table pour un dialogue national, pour la construction d'un véritable état de droit, et laisser les clivages à côté pour une Algérie moderne, prospère, fraternelle, unie dans un état de droit qui est très très cher pour Aïd Hamed Fennassi Afourbi, sans violence, mais avec le dialogue. بارك الله فيك قمتنا سي مخلوفه كاين تنمرث ثم قرات في مغلي نك انو حسين بقينا ويس ثلاثه قمتنا حسن نتاع مراسين السلام عليكم مازول فلك حسن الو اسلم منك حسن السلام عليكم مازول فلك قما اسلم مازول جدي اسلم منون قمتنا حسن يعني نزاد نسمزاسك في لا ديغراداسيون دو ديسكور بوليتيك دي تمورت الجزائر نساعد ديو لا فيديو عندنا ولي مدبر لنا زابويا يعني لو لونغاج كي زادريس اونفير لو بوبل الجيريان اسكو يعني ثورا نكوني وسعاري الكاز ندي تمور ثاري سلحون تا سرسيت قمتنا حسن الو انا عم يتصلض حسن اشمعي اشمعي جبنا الشيء بالجيني كادير ولايا إيه سبحان الله سي لا ميم شوز ان شاء الله ثورا ثورا نوليك التكنيك قمتنا حسن هذا نلقى على البروبليم كي اي تسلط الوالد نعم قمتنا حسن قمتنا حسن اي تسلط الو انا عم امسلا امسلا حسن الو انا عم امسلا قلت لها حسن الو قلت لها حسن وتشارك جدي الو الو انفس ثرى ثرى تعاود نقمتنا حسن وكذا دي توالين تي كذا دي توالين الخبر كان عنوان يعني وقت استان بروبليم تكنيك اقدران ان شاء الله نعاود نقمتنا حسن نمسلا يعني في لا ديغراداسيون دي ديسكور بوليتيك في مدبرن تمورث الجزائر يعني المستوى السياسي يقلان الوقت اللي عندي وقد يحرن ثامور ثم دال حسين يعني ذي سقسيني مقارنة أي غر ثامور الجزائر نا وقي قطفنا قي عزلني مقارنة قي عزلن وقي يقزمرنا دون الحل يقزمرنا دسالين ثامور الجزائر قمتنا حسن كذنا وقد يعطي توالي ان نروح سيف الدم شطو حد نغال الغرور وان قيمتي كذنا متى هل ستستفيد من ما شاهدته وهذا يحني الى ما جاء ملف كبير يعني جاء وعلى واش هذاك بالك ما عندهم رم حميد ضاي ايشو البروبلم سولس يا حسن سولس
بلا ما تجوز الفيديو باسكو من بعد يدخل مقارن الخضر صاي ديرها فيلر ولا واش ديرها ماكا السلام عليكم مازول في الاول ناد نكمل لحري شوي السنان يعني انت مسلت سر سيدي تبورثي يعني ناد نسمسلاي في بلطجة الخطاب السياسي يعني لا ديغراداسيون دي ديسكور بوليتيك خاصة كريم دبرن تمورت الجزائر نفقن لا فيديو كم زوارو نروح سيني في كيوي الثلاثة كماتنا حسن توعر مارا السلام عليكم مازول في الاول سي حسن تسلط مليح هكاك مثلا حسن خاطر الا بروبليم تكنيك ديال الصوت ولكن نريقليت الحمد لله اكيد على سلامة انك حسن نسقسي فاكي تسقسي يعني نسقي نسنع ثدي وطلع فيديو ندي مدبرن وزابويا قاعد تمسلاين ماشي الحاجة راهي قبل اكدود وزاري هذه سل يعني ما ولا شغل اللي فقد في قدر راهي كيما كانت تواليض لا ديغراداسيون يعني دو ديسكور بوليتيك دو لابار دي جون كي سون تو بوفوار تور. تنقال بنادم لا تفلسف كان لا يفلسف دونك افون تو كومونتير ديجا لا تفلسف لا تفلسف ما لاطاو يعني راه يعوض يمغبر يمغبر تفلسف ما مغبر كان بنيفر quelle qu'elle soit là, la responsabilité l'institution qui gère à travers le bord mais c'est haché du service on a des choix des jeunes des bonnes femmes ça dire pratiquement dans tous les domaines on assiste au même langage c'est à dire il n'y a pas de langage qui n'est pas qui ne reflète pas le statut de responsable même le bord Michel Verne كيف كيف دونك سادير تحسوا يعني مرة فاول مشات مرة تواليغ لي ديبا لي ديبا شنو راني نقول كيف كيف سوا لي ديفيرجونس كي نبغون مخلف يما غبرن في مغلقين بالغبرن كي نبغون لا تمخلفن مين نقدرني لا نقدرني لا يخطر مرة فاول غبرن مي الجن هدر لا مهضور ولا لا قرا دونك اجدود وصرجوا ديالهم غريب يصفن على صدر وصخصر الطبيعات اقل صرف كاع باسكو يفو ليكزومبلاريتي سي تادير كو جيران تمثال الى بنادم يزيد المسي يزيد المسي لا تسول الكوال بشمور ان يظن بشمور ان يظن في الكومبورتمون ما كاين الحاجه مزيانه سعاقب القانون سعاقب سعاقب ديال القانون ما رد بالنغال على السيرة هاد المشياشي جدا يوسي هاد الزوار مي طاليا ما بيازي با دي رجع السير وين دار دهضر فرنسا من فرنسا مع لوبينيون بوبليك فرنسا اي بي انترناسيونال باسكو يدير ماشي كان نورم الى الى لا ستاتيو فونفير دي انترناسيونال سي لا فينال لا كوب دو موند كي روغاردي اترافير دي كاتر كوان دو لا بلانيت دونك جيستيمي مش حساس ولا يعني كي ما سيو باش نوار il a regretté, il a demandé des excuses notamment pour les enfants. Ça veut dire après il y a un ça peut influer sur l'éducation des enfants. Après, par exemple, dans notre salle d'exemple, dans des personnes, ça peut justement nuire à l'éducation l'enfant dans bon ben, même la violence, le langage, comment c'est la violence. من الجديد بس نحسن ضربة دي ضربة راس جديد ليه هذا وانا سيني وكذا بشر دعوة ما بشر أبحر الله وكذا كنا قصر بنا ولا قصر مثلا وقت سكر إذا ما رد دمر نرد دمر الخلاف جدا أنا بارفوا بارفوا يا طما دي بنسون كي نيو رو ديريت لو بارتي يونيك لو اف ال ان و بارتي يونيك يا دي كومان دي كاد كي تيني ان لونغاج بروبر ديغ لو اي نيو انا راه هو هذا هو الى ما لو نجي ولا تنحسن سلاشي عفوا بيه. C'est important, c'est un farouche opposant, un système
كولونيال من السيستم دو 62 جوسكا 70 ارمي ارمي الموتينيس الاربعينيات تناكين دونك ما راه السؤال يبقى كل باركورينيس اصغر لك ديكلاراسيون سي تاعو دوك اللي ديسكور ان سطوالي ديو ولاد وين تاعك وين تي اي انا ميساجينيس اللي اون تران دو ديسبوار ما ماش لك الشلاله ما ماش صدق كل في المستوى ما راهش هي في دون ديسي ديسكور لا كومبان ديكتورال 99 يزيد ديال لا تيلي ان تي في بوتس لي 5 مينوت لا شحال يضرب لا فراز انسان زوج ينادي الوجبه في المدينه دونك صدر سي سي اتش هي الديسكور ني اتش هي الميزان دي كارن دي كارن هضر مي خاطر سيدي الرد ما سمع الرد ما سي كوا الرد ما سي شو فيولونس فيربال سي شو فيولونس فيربال سيدي انا كنت قرط انا كنبني المرصه ديال ريسبونسابل بوليتيك ديال الجن ديال الجن باسكو وشرف على الشيء تاع مغلية ها راه يدرك با تحمر السباكيتي ويدير الدوار كي ما في محمل على هذا كمتنا حسن كمتنا حسن كتشيني دميس نال الحمام ميس نطاق نثي حيا يعني تحضرض ذي ثنطنط الدحمد ثوى الله يعني لا فيزيت اوزافو لا فيزيت بتتر الشيخ علي بالحج يروح عرضينا يعني ما ولاش وغير اللي فقد وصفض الروح اللي نسيرم بقدو ذيك في الدن ذيون كما قال سيتادير سيتا مومون دو ريكويمون سي فلونتيرمون دو الحزن دو الجنازة دونك دو الجنازة سي كونيو على لي زالجيريان بون لي زالجيريان مرة كنقارن يسمى لازم مرة تموت من الجزائر اما في الشرق اما في الغرب اما في الماس اما في السود اما في النور نوطامون كابيلي في مشكلتي ديال الجنازة دو الحزن دار كل اللي من القاريس من القاريس مريم مش بوال اكاد خام يا قال اش اللي قال لي مقارب تبلي صحنا في القاح دونك مرة صوت تم غرا غير شي اللي هذا الماج المخلع في الامر تاع مونش من العالم راه من يجي مي ام مال دي نتا الوقت ما تشي لي تم غرا ما بيو الوقت من الفرح تبلي لي دي عاد تاع صوت تاع غورس ما نجي بلا حزن اللي داو يبوز هذا الشهر وخام راه جو سي با موا تلقى كيف كيفاش الميزان اللي قاعد ديال المقابله 180 دابا باسكو مش غادي يتشوا دونك حتى انا كاين انا بلي قاعد ندير حمد يفهم طوب سي الحسين انزل في افور دي دونك الغاشي لي ليد دو بوليتيك لوبوزيسيون موا و سي لا سي الاسلام لي ستو دي و دي سوسيال لا يكون ان كونسيرفاتور و دي ترو بوفوار اي تو دونك الغاشي فهمن بلي ماشي الى وين يعني هو جارة بلاد ما دي سوف انا غادي نشوف هون تفكرين يعني هو الخصام من سلام من لغه نسن كون كان دي سوا ثام ثام دي سوا من الجنازه الو كو دي كون فهمت احمد سيتي ان انترمون بوبولير و تو لي جون فون سي ريوني لو بتي بابل لي قارنا كينيا الدياسي اشبه انطون طوطيس ثام وزوز كاز دونك ماشي دي مقسوم لو دونك Il y avait quand même un débat, parce qu'il y a rapport de Rachid Mélène avec les personnalités politiques, Michel Hougar, ou alors Dina Hamarosh, il y a Ben Filip, il y a Ali Belhaj, et alors c'est Mohsin Belhaj, c'est l'un des anciens du FFS, le responsable de Mseïd Fli, et alors Ahmed Attaf, ou alors des ministres, ou alors Ben Hamad, Moussiar, il y avait pratiquement des personnalités de divers horizons, c'est-à-dire Hanaché, un malmont de sport et tout, donc الغاشي وجبين نرى يعني واسين يعني شو فهمت خبر ديسكورد إيه وانت خسروا مع فرويتس مع ولا قصروا خط بنك الجنازة يعني الغاشي أرم ولا انت سواد شو تسواد يعني يا في عندي با هو ما هو يا في دي جون كي سون تيكسبريمي او بولي ريك دو ابريت شاب شاب سكسات ميد ماشي سوا نظام ماشي سوا نظام عشان يستدو فوالا دونك سيتي تا ديبا سيتي تو لوكازيون aussi leader politique ils vont quand même il y a des gens qui ont un petit peu ils vont m'attaquer un hadith بارك الله فيك بارك الله فيك سي حسن انك تنمر ثم قرات يعني في ثم ولكنك صحي تكما نروح سين في ويس اربعه كماتنا مقرى الاخضر الدكتور سيدي السلام عليكم الزول في الله كماتنا الاخضر وعليكم السلام زول في الله كل شيء زول في كل شيء دايرين كما لا نقول تبع عن المغاربيه المزيان
يعني مثلا سي مخراسه قد نسمسلايا في الديسكور بوليتيك يعني بوكي قال لنا ذي البوفوار تولد كل يوم يمكن تمسلايا سلال بنيون ناس يعني يا هل ترى الجزائريين نحوج العيب هذا ميكي يعني راغي يسلحون نعم كي توليك مثلا سي مخراسه. اولا ساعة ان شاء الله كما كي قاونا نفرح ديك النظام في فرويح نتي الحسين مجاهد عم طران اما غنات نتوكدو اما غنات نتبلدين يكون العفو ربي كنقارن يقولن اكسون بون قال واش مثلا يجي جانا كنقارن في نظام طراني مزيان يبدو فاتو ما ينسى واش نيكي الكملان افريدي بن جار ان شاء الله سير الزات تمثل باقي كم قاعد في افاد مثل باقي في افان يعني يعني الديسكور انا انفلاين سيرتيس ناين فلاين يعني ويجين قداش سيرتيس نو دافون مثلا مو باقي زمرا بنيني بلي واجي ثاني طبيب باقي العقليه مثلا نو ثانيا ماشي الحاجه ثاني نو انا كيف ثاني ظلين سوا والا مسيدي سعيد مسيدي سعيد عم قران لي جي تي اه مسيدي الحاجه ثاني نوت مدام وكانوا في عدان سمعنا في دي عدان شهر في عدان الطاس ويجي لي قلان وكذا هو يعني في الديناند الغير لونسان يعني سي لا فيولونس في 4 لا فيولونس في لونغاز مدام وتعينا راه واش رقم عنا جدود تعديلا يعني من بين كي قرايحان من بين كي كنلقاو مديرين يعني الكذوبات يعني بين قبل العقل ما هذا مش تجيب كل شيء بالنسبه لي هذا هو يرجع ثاني بالخير هذا النزرا هذا الشيء تقدم انا كنقارن في مثال فاصات فوفوسيس ماده مساعه بالحيرين الاوليو غادي ادي سيم فريق قناع الجزء الدائري فين في 20 استاف انت ولي باللي سوع القاوة سوع قوصة كنقارن سوع دين سوع والمجين ديرين سوع يعني ويتمثل نارا الجزء الدائري هو لما كنت تجد بروفوكاسيون يعني فاس يعني اوزار ديريان يعني شكل كل كده يعني ديريان مثلنا في كتو في دون ديرو على قطر جنرالمون لا violence du langage, la violence verbale peut vite se transformer en violence tout court. Donc, nous connaissons un mec qui a dit que nous avons un nouveau qui est en train de se faire. Au lieu, il y a un trajet qui a dit que nous avons un nouveau 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 qui a dit لا قديش يجين ديرين لبروفوكاسيون لا بوبيلاسيون على خاطر السان ما إلا هو نتصور ما غندا على غران تعيشين دون اون سوسيتي او ني بلي دو فالور او نو افون بيردي تو سي فالور باش المبادئ وباش القيم الساعه اما كنيتي عقل غير ديزوبر جينيراليزي عقل قرار بقلا يعني جيون يعني يوم الحاله انه كان قاموا المناره ولكن موتنا في نوفاكين امتي حسن في رحمه ربي من جو هذا الشهداء موتنا كان يفعل خطا مع الاخوالي وكان يمقران ما جيت لي في قاعدا وقبل قداش يمقران في التركيز امتي الحسين امتي نهري انا جينان جيون وواليس جوات نطاس في بناء فارغه في بناء الاخوالي كما قال نحن نعيش في زمن الرداء والرداء لا يتسمى قلع على انت اي شيء جي من الوقت انت الاخطار 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 لا ميديو كريتين وين شتجي كل شيء كان مولاني في مولاني نس ويجي قلنا نقدر هو على خطر اللي نرى كنقارن القيمه انت موتاجين اللي نرى المستوى بوجدو زاكين اكثر من تلوث اكثر من يعني في وجدو في وقتنا اللي يعيش كنقارن في القدرين استاكين او بيقرر القدر هذا هو يعني يذكر القدر هو إيه ذا هو يذكر القدر يعني ما هو جدود أكان شتاقي الكوليكين إما يسرحني من سن أما كلو يسونا في حسن أما كنيكين قرينا لهم وجدود النار دونك الحاجة كان قارن يتوحشنا طاسمي ذا الحاجة ومن طن يدي بجنم بلين أسا هذا هو يجي وجي قران أشمع وقران كان إيوكن أذي روح نكون مدى بنا أذي روح لا على جرحي
قمتنا سي مخران يعني تولد ازابويك بالدن يفقند صوت اسير مينس يعني كتيني ذي مدبر قلان دوكا بان جيل جديد قلان دي ثان ماكلا يعني يا هل طارا ثان ماكلا كوني نسقساد انك يا هل طارا سوف يستوعب هذا النظام الرساله نعم ماذا يفهم يعني ازابويكي ثافرات نفان سقسي ثان ماكلا يا هل طارا ثان ماكلا تفهم ثافرات بقدود زيري تورا اشوريحو نعم ضريبة باش كاين تبدا في تقسيا كاين نفس كاين كويدي تاعنا كنقارن تاع لا شونس خدم مع سي الحسين الله يرحمه ربي مازال كلي زعما ناس مزيك وكذا لا فتات ضريبة باش يرضي قرار الوقت ني ميليتي بور اون كوز دون ان بارتي بوليتيك نا ان اورغانيزاسيون نا ان سينديكا فول يعني الحاجة يلاقي أن كفاف القيمة في لقى بشكل نيكي يعني مغناش في لقى ستوني خدمي في لقى يكون من في لقى بفاصل permanent الديالوغ avec la société في لقى دي تقابش في لقى يكون دمري أطاشي على السيط بوليتيك في لقى نقيم في الأخلاق النغاتة ما تسوى في الثلاثة ينجل 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 في الثلاثة travaille à propager constamment les principes, les objectifs de son parti, les objectifs de la démocratie, de la liberté. Donc, garantir qu'un mec, il faut qu'il fasse preuve de pédagogie, de lucidité, il doit être à la avant-garde des citoyens, et ça, c'est peut-être à l'élire qu'un carême d'aimène, un pouce de pouce, un risque pour eux, en entreprenant un travail de proximité et qu'un carême en favorisant la création de pauvres animations. Et je te dis que c'est qu'un carême, si il y a un carême, قرار يعني ديالنا سي الحسين الله يرحمه ربي بارابور نزار باللي اونتر ان فلوب دو سون سي با نكو ساكن الا البحر يمكن بعمل البحر محفراني في البحر لانجستيس يقلان قالوا بزوز يبدا زوز ابو ياكين نظرا يثبت بصح نظرا باللي اذا انتيك هذا ابو ياكين مثلا يتوخر هذا ابو ياكين مثلا يكوفن هذا نمسلاله هذا ما كنقال الحيلاجين تاع سواليفا لكن قرن الزنفقه الزفاني اسمها الحيض لنشتكي فين تاع كبير مكونين ثمان جلاد نعطيك لجهه ناس تفهم تمثال تفهم ما كان قرن طفره تاكين ايدي في ارض الكوف دوري تنطلق في الحسين بها مرضين مكونين اللافين ناس تنبطنين ولا اشحال غير مزين اشحال غير مزين غير كازن في لاوين غير مغاران يكون كي تشوفوا من مزين قاعد انا 80% قلت لك يدي يدي الناس اللي كي وقنا اللي كي بدنا نزيد يدوني في مره بدنا يعني كافر بدنا نزيد وده هو يجيب باللي ما نزلي فهم انت انسان من الزمان باش يزيد كان باللي اساكي مازال بغانا تبعنا كنقارن افريدي دين جرى يون هما ناس نتوب دوت ان ميليتون دو لا ديموكراسي يقول لهم ان سي تان جيون دو لا بوليتيك ام سي الحسين اساكي كان عطيت نكون في الاحكام اما كي كاين et une autre il y a un grand style à la ligne au concret des pas réel c'est là qu'on connaît un terme يعني il fait rien que ça dans la semaine galère nous connaissons on a l'obligation morale et politique de concrétiser cette volonté politique qui est énoncée par la population. L'engagement de Mengele dans la participation, dans la lutte pour la démocratie. Pour former des animateurs sociaux, il faudrait que les partis d'artistes travaillent يعني à faire du militant à l'islam. Il y a quelqu'un qui a le Mkanam Koran, il y a quelqu'un qui a le Mkanam Koran, il y a quelqu'un qui a le بارك الله فيك سي مقران الخضر دكتور مقران الحق الوقت سمحنا مليح قمتنا سي معوشي فادي سي قاعد يوت تفرط سي معوشي كذنغ
قمتنا معوش قمتنا معوش نساعة سبحان قمتنا سي معوش يعني تنضيد باش تسلح قطفرة سبحان الوقت يعني ذوه منا مولا شو غيليف أتشقع قطفرة سبحان نعم مرحبا مرحبا سي معوش أنا عم يتسلط أفكان طفرتك سي معوش أنا ما بيعدينيها بين حسين وسين حمار بي يجي ياه ولكن يجي ياه ربرا يجي ياه ده خميس يامر هكذا يعني كيرني هالمين مليل يامر يجي ياه ده يعني عشان يهلو يتنسل مش هيبطا ده دي شاشين غير بين حسين دو خبر كيرني هالمين مليل يتسرسيف بين حسين أبارتيا وكذا كيرني هالمين مليل شندن سلام السلطان غاش مال يهوم وش من التنس غاش بناء ودي شعر ازار ما دي سلطواتي وتيكشع التجابي في الجهاز قرار يكون في السلام بن حسين يوصف الكونسوسيس راسيونال الكونسوسيس يقدم في الناس لا ديريكسيون دي اف اس قمتنا المن ودينا سمينا سمينا عزبن دينا سمينا وسمسا بيزدون التيني الدكلي صحيح تبارك الله فيك لحق الدار ثقرق بوهيل وقدي في كانوك الراينسن الاستاذ محمد العربي زيطوط قمتنا سي مخلوف قمتنا حسن تعمارة الدكتور مقرى الخضي ثفرات قمتنا سي معوش وقدي في كانوك تم زوثم دين ثنمير ثم قرات سي الجهة النغم جاوند لهنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.